حول هذا الموضوع قال الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات إن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ينظم العمل في وزارة التربية والتعليم ويأتي نتاجا لمشاريع تطوير التعليم والتدريب. فإن الحديث عن تطوير التعليم في مملكة البحرين سواء على مستوى الكادر التعليمي أو المناهج أو سائر الخدمات التي تقدم من وزارة التربية والتعليم سوف تحظى في المرحلة القادمة بمزيد من الدعم والمتابعة، وخصوصا أن الهيكل التنظيمي الجديد ينظم العمل في وزارة التربية والتعليم إلى قسمين أساسيين، الأول هو العمليات التعليمية أو الشؤون المدارس، وسوف يركز هذا القطاع بشكل مباشر على متابعة كل شؤون المدارس بما يضمن جودة أعلى لطبيعة الخدمات المقدمة وبالذات العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي. القطاع الآخر هو قطاع السياسات والاستراتيجيات والأداء، هو قطاع جديد مستحدث سوف يركز على وضع السياسات التعليمية وتشمل طبعا تطوير المناهج وأساليب التدريس بالإضافة إلى التعلم عن بعد، وطبعا سوف تكون هناك وحدة خاصة لتقييم عمل المدارس والأداء التعليمي بشكل عام من خلال إدارة التقييم والأداء. هذا طبعا الهيكل يأتي كنتاج مهم جدا لمشاريع تطوير التعليم والتدريب، وسوف يتم من خلاله استمرار جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.